نسيت. Ladies and gentlemen, get ready. خلينا نغير الموجة. بكل أسف وصلنا للحالة رقم 99 من الإصابات بفيروس كورونا. رقم مخيف. لكن خلينا نغير الجو شوية ونشوف الموضوع من جانب إيجابي. مثلا برزت أهمية وفاعلية التجارة الإلكترونية وأيضا تخليص المعاملات أونلاين. وبأمان البنوك هم رواد هذا المجال. مثل ما حيينا الأطقم الطبية المرابطة 24 ساعة في المستشفيات، نحيي أخواننا في البنوك لأنهم يواجهون نفس الخطر. هم الحين بين نارين، إما أنهم يشتغلوا أونلاين بشكل كامل وفي بلد نسبة كبيرة من السكان ما تعرف تستخدم هذه الخاصية، وإما أنهم يجلسوا في مكاتبهم وأماكن أعمالهم ويكونوا عرضة للإصابة بالمرض لا سمح الله. والخيار بيدنا إحنا، هل نكون معاهم أو عليهم؟ اختار. سيناريو صعب شيء أكيد، ومن الطبيعي أنه يكون فيه معارضين ومؤيدين له، لكن تخيلوا الوضع بدون بنوك ونحن في وسط أزمة صحية وأيضا أزمة اقتصادية عالمية. والله يعين الجميع. هنا نحتاج إلى الوعي المجتمعي، ونحتاج أيضا إلى أن الناس تدرك أن الموضوع ليس بالسهولة. فمن غير المعقول أنه واحد الحين يروح البنك يريد يفتح حساب، أو أنه يريد يخرج فلوس، أو أنه يضطر أنه يجلس في صف طويل عريض على أساس أنه يسحب مبلغ بسيط يقدر يسحبه من ماكينة السحب الآلي. بعض التصرفات، وأقول بعض التصرفات، تزيد من هذه الأزمة. ربما تكون بحسن نية أو عدم إدراك، لكن عدم الإدراك هذا قد يسبب الكارثة. نحن مقبلون على سيناريو خطير ينبغي أن نتعامل معه بوعي تام. ففي الوقت الذي تتقلص فيه أرقام المصابين بسبب السفر، تتزايد أرقام المصابين بسبب المخالطة. والحل بأيدينا، إما نلتزم وإما القادم مرعب. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر إن عظيم النار من مستصغر الشرر.